جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثها مستمع الرمز اسمه بالحروف خا حا حا، يسأل ويقول: في بلدنا شيخ يأتي إليه الناس من كل مكان، يأخذ منهم التوبة كما يقول، وحينئذ يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأمرهم بالاغتسال، ويأمرهم أيضا بتطبيق أحكام التوبة وأحكام شريعة الله. ما رأيكم في مثل هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل عمل باطل لا خير فيه، هذا من عمل النصارى، هم الذين لا يتوبون إلا عند الكنائس وعند القسيسين. أما دين الإسلام ولله الحمد فإن المسلم يتوب إلى الله في أي وقت وفي أي مكان، من غير أن يذهب إلى أحد أو أن يرتبط بشيخ من الشيوخ، لأن الله جل وعلا أمر بالتوبة مطلقة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وذكر في صفات المحسنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أولئك يتوب الله عليهم. ولم يقيدنا سبحانه الرجوع إلى شخص أو إلى مكان لنتوب في هذا المكان أو عند هذا الشخص، وإنما نتوب إلى الله بيننا وبين الله عز وجل، وهو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم أعمالنا ويعمل نياتنا ومقاصدنا ويسمع كلامنا، ويتوب على من تاب إليه صادقا في توبته. المهم أن الإنسان يصحح شروط التوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنصوح هي التوبة الخالصة المستوفية لشروطها، بأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم أن لا يعود إليه، وأن يندم على ما فات منه. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بمخلوق، بأن ظلم بعض الناس تعدى عليهم، فإنه مع هذه الشروط الثلاثة يضاف شرط رابع، وهو أن يرد المظالم إلى أهلها أو يطلب المسامحة منهم حتى تكون توبته صحيحة مقبولة عند الله جل وعلا. هذا هو المطلوب في التوبة. أما أن نرتبط بشخص نذهب إليه ويأخذ علينا شروط أو أموال ويعطينا توجيهات ويأمرنا بأشياء، هذا كله من الباطل ومن البدع المحدث، وإنما هذا دين النصارى.